نفحات نبوية مع حاتم سفرجي. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحباب الكرام، واستكمالا للنفحات النبوية، وهذه نفحة بعنوان العطاء. يقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. طبعا أعطى العطاء واتقى، إذن هذا العطاء مأخوذ من القرآن الكريم، ولكن قد يظن الناس إن العطاء عطاء مادي دائما. لا 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 لا، مو دائما يكون مادة، في عطاء معنوي، إني بطور من إنسان، إني بأعطي إنسان شيء حلو، كلمة جميلة، كتاب، عمل تطوعي، كله عطاء. يقول جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، سأله رجل غنما بين جبلين فأعطاه إياه، وبلغ من عطاء أن أعطى ثوبه الذي على ظهري، ومن عطائه لأمتي أنه سخر حياته لها نذيرا وبشيرا قائلا: إنه هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فعطاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ماشي، عطاء فينا مستمر. طبعا عطاء من عطائه أنه وهبنا حبا لا يبارى وشفقة لا تجازى، ومن عطائه أن وهبها ومن عطائه الله عز وجل أن وهبنا الحب للناس لا يبارى وشفقة لا تجارى. وهذا الحديث صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لولا أشق على أمتي لأمرتهم. من العطاء، وهذا العطاء المعنوي رحمة بنا. يعني حتى لما جاء سألوا الرجل عن الحج: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. حتى لما عطاء يوم القيامة: أمتي أمتي، يشفع لنا. هذا العطاء كم واحد فينا بيعطي أبنائك العطاء من القلب كحب، أعطيهم أخلاق، قدوة، عطاء. مو كل شيء مال، لا، في عطاء معنوي. حتى لو مال، أن الصدقة على أبنائك وأسرتك أولى من التصدق على الغريب. يعني واحد يقول أتصدق على الجمعية الخيرية ولا أبنائك، أقول له لا، إن التصدق على الأبناء هو الأقرب، والأقربون أولى بالمعروف. ساهموا في العطاء، ساهموا أن تكونوا معطين حتى بكلمة حسنة، قد تكون هذه الكلمة محطة تغيير لكثير من الناس. ساهموا بالعطاء بالشيء الجميل وبالقول الحسن لتنهلوا من أجل ربكم. كونوا عطائين بتقوى، تجد الحياة في قمة وسعادة. فاصل مع قصيدة جميلة على العطاء، وبعد الفاصل مع الضيف نتواصل. شكرا لكم. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تراه إذا ما جئته متهللا، تراه إذا ما جئته متهللاً، كأنك تعطيه الذي أنت سائله.
نبوية مع حاتم سفرجي. عودة لكم مستمعي الكرام، والعود أحمد جميل، وكيف لا يسن الجميل إلا بالجميل، الدكتور أيوب الأيوب. أهلا بك دكتور. يا هلا فيك، يا مرحبا. يا جميل، العطاء كيف يكون ولمن يكون ولماذا يكون؟ يا سلام، زين، يعني الله يحفظك، مقدمة جميلة وتعطينا فتح. احنا لو تخيلنا ديننا وحبينا وامتنا وحبينا نسمي اسم، صدق ممكن نسمي دين العطاء، امة العطاء، رسول العطاء عليه الصلاة والسلام، لدرجة سبحان الله العظيم، وهو قدوتنا لما ندخل هكذا في العطاء. كانوا يصفونه انه يعطي، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، انه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو فعلا ما يخشى الفقر، لأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يعبد الله عز وجل، الغني الوهاب الرزاق. العطاء مرتبط، العطاء قيمة عليا، يعني مرتبطة بالعقيدة مباشرة، لأن اللي يعطي ينفق، غير فقط أنه قاعد يتبع أمر الله سبحانه وتعالى والشرع، هو يعرف ويثق بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وأن الله سبحانه وتعالى غني، وأن العطاء ما ينقص من 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 مال الإنسان، ما نقص ماله من صدقة تنقص، المقصود فيها لما الإنسان يعطي. العطاء فيه له يعني جوانب كثيرة، مجالات كثيرة. يعني أنا عجبني يوم من الأيام شخص غني قابله صحفي، فقال له كم تملك؟ الغني ضحك، قال حق الصحفي صدق هذا السؤال ما يهمك، قول لي كم أعطيت. لو قلت لك أملك أنا مليار، زين، وبعدين تقول الله مليار أو ما شاء الله أو قال المهم مو أملك، المهم كم أعطي مما أملك. يعني هذه ميزة العطاء. والمسلم اللي يعني والمجتمع اللي تسوده قيمة العطاء وتنتشر فيه، تجد فيه ترابط، تجد فيه ما في فقر، الأشياء كاملة، الأداء يزيد، خذ أنا أضبط حتى السعادة الزوجية راح تنتشر أكثر. مجتمع يتبادل العطاء، حتى الشخص لما يقول الشخص بس أنا يا جماعة ما عندي، راتبي محدود وعلي التزامات وعلي، يقول الله سبحانه وتعالى أعطاك شيء عظيم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الابتسامة عطاء، تشرح حق واحد هذا عطاء، تدليه الطريق هذا عطاء. وإحنا عندنا شريعتنا والله العظيم حضارية، ويعني شيء راقية، ما في بعد أكثر من بغي بني إسرائيل كما جاء في الحديث، لما سقط كلب أجلكم الله، ويعني أو دخلت الجنة وغفر الله لها في إيش، وهي عملها عمل، يعني عمل مشين، يعني من بغايا الليل، مع ذلك بس لأنها أعطت، ما أعطت إنسان وأعطت كلب. وحتى سبحان الله الحديث عميق، هي ما سقط طير، ما سقط مثلا بطة، شيء دولفين مثلا الأشياء اللي يحبونها الناس والأطفال، يا راح سقط كلب، يعني فمع ذلك غفر الله. فالعطاء إحنا نقول نبي ينتشر، والله سبحانه وتعالى يعني درسنا، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وشنو العطاء اللي يصير احيانا؟ انه يكون انسان تساعد انسان ما يصلي يصير يصلي، انسان مثلا عنده سلوك منحرف نساعده بالعطاء، كلمتين نصيحه، توجيه، تفكير، بامر بمعروف، نهي عن منكر. فالعطاء يعني مساحات واسعه، وايضا يعني نتوسع زياده في كلمه مشهوره حق، هي الكلمة في أصل حق الرئيس كينيدي السابق في بداية الستينيات، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لما كان طلع في خطاب حق شعبه قال لهم، قال لا تسأل ماذا قدم وطنك لك، بل اسأل ماذا قدمت لوطنك. فنقول لا اسأل معلش، خذ واحد يقول لي بس أنا شنو قدم لي مثلا، قول له الوطن مكان اللي نعتز فيه ونفتخر فيه والمودونة واللي مودون وطنه والله شهيد. لكن أيضا واحد يسأل هو إيش قدم حق وطنه، اللي هو من العطاءات الراقية جدا، يعني يعطي إلى بلده. هذه من الأشياء اللي العطاء حق الزوجة، العطاء حق الأطفال. الرسول عليه الصلاة والسلام عطى وقته لأمته في سبيل نشر الدعوة والتوحيد، فالعطاء هذا شيء الإنسان يتحدث عنه فرحان. يا سلام. إذن وأنت يا دكتور أيوب أهو ما زال عطاؤك معنا ينبثق من قلب محب لقلوب مستمعي الكرام. أعطوا من كل قلوبكم
لتنعموا بحياتكم وتظفروا بأجر ربكم. دكتور شكرا لك على هذا الحديث الرائع. وأنا تسلم عيونك، أنا عارفك إنسان عطاء دائما ومعطاء دائما. بارك الله فيك وفي أولادك وفي زوجتك، عشان لا تقول ما قال ها أنه أساس أم خالد هي الأساس. شكرا لك يا دكتور، وشكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.